بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في السيشن اللي فات يمكن نكون اتكلمنا على أول نمط استهدفنا بتصميم الديسكتوب ستايلز. في السيشن بتاع اليوم راح نتكلم ان شاء الله باذن الله عن التابلت ستايلز، تمام؟ قبل ما اتكلم في موضوع الحاجه، انا عملت تعديل بسيط في ملف الاستراكشر، ملف الاتش تي ام ال بتاعي. طلعت الكلاس بتاع البانر فوق الكلاس بتاع المنيو، تمام يا جماعه؟ دي كانت مشكله عندي انا. الكلاس بتاع البانر انا عايز اخليه فوق المنيو. الكلاس بتاع البانر اللي اقصد اللي فيه الفيتشر ايمج يا جماعه، اللي هو فيه الصوره الكبيره والنص الصغير اللي تحت منها. فالكلاس ده مكانه فوق المنيو مش تحتها يعني. تمام. الجانب ده جانب برضه تنظيمي مش اكتر، يرجع لك انت في الاول او في الاخر، تمام؟ انا ما اظن مش محتاج الاندكس اتش تي ام ال ديت خالص. ملف الستايلز بتاعي انا افتحه مره تاني، يعني انا هفتح نفس الملف هو عشان انا مش محتاج تقريبا، او انا نسبه كبيره جدا من الكود هحاول اكررها يعني يا جماعه، تمام؟ بس انا هحاول نوضحها مع بعض، تمام؟ اوكي، انا عامل كومنت تحت على التابلت ستايلز، تمام؟ وموجود معايا هنا يا جماعه طبعا انا الجلوبال ستايلز بتاعي زي ما هو. الديسك توب ستايلز في الاول هاخد الات ميديا، طبعا انا خلينا نكتبها كتابه، تمام؟ ماشي، هاخد الات ميديا. الات ميديا رول يا جماعه نفس السيناريو، اونلي سكرين، واند المره دي هعمل رينج يا جماعه، تمام؟ الرينج بتاعي هيكون من الى، لو الناس كانت فاكره من اقل حاجه كنا بنتكلم عنها اللي هي كانت 481، لما قلنا يا جماعه اخري في الموبايل 480 وهعلى بعدين من 481. اللي فات كان اخري، كان اسف، اولي 769، يبقى اخري هيكون في التابلت 768، متفقين؟ فهيبقى المين ويتس بتاعي اللي هو هيكون الماكس ويتس اقل من ماكس ويتس بواحد عند الموبايل ستايلز، تمام؟ ماشي، المين ويتس اقول له المين ويتس بتاعي 481، وما ننسى بالله نكتب كلمه بيكسل عشان في ناس كتير بتنسى القصه دي، وطبعا عارفين الاوبريتور اند معامل الارتباط المنطقي اند، وماشي اند على نفس السيناريو. وهنتكلم عن ماكس داش ويتس، والماكس ويتس بتاعي هيكون عباره عن 7 6 8، تمام؟ اللي هو بعد منه بواحد 7 6 9. انا دخلت في التصميم الثاني بتاع الديسكتوبس يا جماعه، متفقين؟ اوكي، طيب، جميل خالص. انت عايز ايه من القصه ديت؟ بالله ما ننسى اند والكيرلي بريسز بتاعتي، تمام؟ جوه المشوار ده انت راح تكتب الكود تبعك، متفقين؟ تمام، اوكي. معايا في الاول كده البادي، انا بصراحه بيج فان سيف ننسخ الكود، تمام؟ هنسخ البادي بتاعي، والبادي انا عايز اعمل فيه ايه؟ الويتس كان 70%، الجانب ده جانب التصميم، مش انا 70% بالنسبه لشاشه التابلت، يعني في نسبه كبيره بره التصميم، فانا هخليها 90%، وال 90% هسيب ال 10% ديت على الجوانب، برضه جانب تصميمي، جانب فني مش اكتر، جمال يعني، تمام؟ 80، تمام؟ بس طبعا ماشي 80% بس من عرض الشاشه، اوكي؟ تمام، رايت. معايا ايه تاني؟ معايا الهيدر. بالنسبه للوسم بتاع الهيدر، القصه ديت يا جماعه، الهيدر ده اللي هو فيه في ملف الاتش تي ام ال بتاعي، الكلمه بتاعت موقع تجريبي اللي هو ده يا جماعه، الهيدر اللي فيه الكلمه والنص ده، اهو المسافه دي، المسافه اللي ما بين اخر الحرف وما بين اول القايمه دي اللي انا بتكلم فيها دلوقتي، اللي انا بقول له والله مارجن بوتون، انا عايز مارجن بوتون شويه ما بيني وما بين مش عارف ايه، تمام؟ فانا بقول له والله خلي لي مارجن بوتون هناك في التصميم كان 2 ام، وانا شايف ان 2 ام هنا برضه مناسبه بنسبه كبيره يعني، تمام؟ ده بالنسبه للهيدر، تمام؟ رايت. خلونا نتكلم بعدين عن البانر، تمام؟ اوكي، بانر ناخدوا البانر ده بي كوبي بي كنترول سي، وهنا كنترول في. طبعا يا جماعه انا ما عنديش فلوت،
ليه ما عنديش فلوت؟ لان اساسا ما عنديش حاجه يمين او شمال. يعني لو الناس كانت فاكره التصميم كان، لو انا كنت صغرته كان هيبقى كده، ما عنديش يمين او شمال. ده الفاينل بروجكت يا جماعه، ده بتاعنا اللي احنا شغالين فيه، بس ده الفاينل بروجكت تمام. ما عنديش لا يمين ولا شمال، متفقين؟ اوكي، فعشان كده انا مش محتاج في قصه فلوت تمام. كما اني على فكره انا مش محتاج في ويتس، او فهمني انا يعني معنى ادق، غير لو انا عايز حاجه في بالي، متفقين؟ لان هو هيورث اوتوماتيك الواتس بتاع الانسيستر بتاعه اللي هو البادي، هياخد 80%. لكن انا هنا بصراحه مش هخليه ياخد ال 100%، لان انا المفروض اني انا لو ما كتبتش واتس ياخد 100% من 80% اللي هو اتعرض على الحجم الكامل. فانا هخليه 90%، 90% بجانب بحاول اعمل ايه؟ برضه جانب شمالي، فاهمني يا جماعه؟ انا بحاول اسيب مسافه ما بين البدايه وما بين فاهمني؟ يعني اهو انا ما ابتديتش من اول النص، إيه لا، انا ابتديت من بعد ما سبت 5 بكسل من هنا، و5 اسف 5% و5% اتضح معايا 10%. ده اللي انا كنت اقصده بقصه ويتس 90% تمام؟ طيب جانب، الجانب الثاني بالنسبه للخاص بالهاي، الارتفاع. في الارتفاع بتاعي زي ما انا عملت في الصوره هناك، انا هعمل في نفس السيناريو في الصوره هنا. انا عامل كليك يمين وفي الديتيلز بتاعها هشوف الهاي بتاعي كان عباره عن ايه. الهاي كان 150 بكسل، وهنا انا هخلي الهاي بنفس القيمه بتاعته، هخليه 150 بكسل. انا بنقول يعني انا مش بنجيب حاجه من عندي، الجانب ده كله جانب اوريدي موجود تمام. باك جراوند نغير بس اسم الصوره اللي هي تقريبا sub.jpg تمام، رايت. وهي بقى النقطه الاخيره اللي هي علشان اكزاكتلي احط الكلام في النص، الكونتنت يبقى محطوط في النص، فانا محتاج مارجن زيرو اوت، متفقين كده؟ انا ابتديت حطيت النص في النص بالظبط يعني تمام. انا مش انا محتاج حاجه في القصه دي. ال ده اللي هو الجانب ده اللي هو كان خاص ب ال اتش واحد، يعني انا مش محتاجه في حاجه بصراحه تمام. رايت اوكي. انا انتقل على انا كنت مقصد الجانب ده، هو انت محتاج تدي له بادنج يعني ماشي. رايت، ناخده نستايله بقى البنار اتش 2. انا في الهيدر اتش 1 ده يا جماعه الكلمه اللي هي كانت موجوده على القائمه، قائمه العناصر فاهمني، فديت سبتها شويه. فانا بعدين انا شغال في البانر دلوقتي، اللي انا عملته اني حطيت البتاعه ديت في النص. الكونتنت اللي جوه ده بقى اللي عايز يتظبط شويه، عايز يتاخد البادنج من فوق ومن يمين والكلام اللي بالنا فيه، وهو ده بالظبط البانر اتش 2. اخد الكلام ده انا بكوبي وبيست. طيب بانر اتش 2 فونت سايز هقلله شويه، بدل 2 هيبقى 1. ليتر سبيسنج زي ما هي، بادنج بدل طبعا 300، مش هينفع 300، 300 كتيره كتيره كتيره. انا اساسا العرض بتاعي كان عباره عن 150، فانا هخليه يعني 125 تمام، بحيث انها تبقى فيها مساحه من تحت 25 على اليمين ونفس اللون تمام. وتكست لاين برضه انا هخليها في النص، متفقين تمام؟ ديت بتاعت مش انا غلطت في النسخ يعني تمام. رايت اوكي. بعدين هروح انزل على المنيو، انت محتاج ناخد المنيو تمام. ادي المنيو، اخدها بكوبي برضو كنترول سي واند كنترول في. المنيو طبعا انت مش محتاج فيها فلوت، لا لا خلاص مش محتاج فيها فلوت، اوتوماتيكلي هتورث نفس الواتس اللي فوق فاهمني يا جماعه. دي المنيو بتاعتي واخده نفس العرض بتاع البانر فاهمين، الفيتشر ايمج ديت، فنفس العرض. انا ممكن ما اكتبش واتس بس بالمره، طالما انت كتبتها يبقى هتورث نفس العرض بتاعك، فهتخليها برده 90% من العرض العام من بادي اللي هو ايه، عباره عن 80% من التابلت سكرين تمام. ونفس السيناريو عايز تخليها في النص، فمارجن زيرو اوتو معاك السيناريو، ادي كنترول سي انتر كنترول في. وانت محتاج منها المنيو، يعني هتفصل ما بينها وما بين النص الكونتنت اللي فوق منها. انا مش هفصل، انا كده كده اوريدي كنت فصلت بالمسافه دي بمارجن بوتوم فاهمني. اللي انا كنت عايزه اني افصل ما بين الصوره والبتاع اللي تحت منها، انا فصلت فوق ما بين النص وما بين الكونتنت. لو انت كنت عايز تفصل ما بينها وما بين القائمه الجانبيه ممكن تستهلك القصه دي، فبالمره خلاص ماشي. طالما كده ممكن نستخدمها مارجن، والمارجن بتاعك هيكون عباره عن انت عايز تسيب لها مارجن من
فوق لان المنيو طبعا تحت الفيتشر ايمج، فهتقول له مارجن توب ولنفرض نص اي ام بتفجين. ماشي طبعا عارفين القصه بقت كاسكيدنج، انا كاتب مارجن وكاتب مارجن، فالمارجن الثاني هو اللي راح يتعمل له ايه الكاسكيدنج. اوكي بعدين نيجي المنيو اتش 2. منيو اتش 2 انا مش هعمل فيه اي حاجه، هو كله نفس العناصر تبعي هتفضل بيور زي ما هي، اللي هي العناصر بتاعت البلاد والمحافظات يعني. تمام نفس السيناريو بالنسبه للينكات بتاعي، مش هعمل فيه اي حاجه، وانا كده تقريبا مش هعمل اي حاجه في الكود يا جماعه. تمام فانا هاخد نفس الكلام كله واخليه زي ما هو اكزاكتلي بكوبي، وانزل تحت واعمل له بيست، وما ننسى بالله ان كلامي كله موجود ما بين الكيرلي بريسز بتاعت مين، ما بين الكيرلي بريسز بتاعت الات ميديا رول اللي انا كنت كاتبها اساسا في الاول كده. انا بقى تقريبا انتهيت من الستايلز بتاعي، تيجي نشوف ديت النتيجه النهائيه. ده الموقع بتاعنا احنا كنا شغالين عليه بريلود. تمام ديت الجانب الاولاني لو انت كنت موجود على التصميم. طب لو انت كنت هو المفروض ان كده في كده في مشكله ممكن تو عندنا مشكله في ال في مشكله معينه، فربما نكون اكزاكتلي انا نسيت كلمه بيكسل، وانا كنت بقول ما ننسى كلمه بيكسل ما ننسى كلمه بيكسل ممكن تبهدل لك التصميم. ماشي الله المستعان. جميل كده ده لو انا كنت شغال على السكرينز، لو انا وصلت للنسبه معينه دي الاقي ان التصميم بتاعي يبقى ريسبونسيف على ادي الفكره، دي موقع تجريبي وادي البراند ايمج بتاعي واخدها في النص والكلام والقائمه بتاعتي، وطبعا القصه كلها برضو ان بيرسنت لغايه لما اوصل للرينج بتاعي اللي هو من 481 اجل هيرجعني ليه هيحط لي الجلوبال ستايلز ويقول لي انت ما حددت ليش ميديا كويري عشان اظبط لك عليها الستايلات بتاعتك. تمام ده بالنسبه للحلقه بتاعت اليوم، نتقابل ان شاء الله باذن الله في الحلقة الثالثة والموبايل ستايلز. عندي لا يا جماعة لو حد عنده استفسار يحاول يسأل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كل سنة وحضراتكم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.